مش بس مجرد معرض للإنتاج الحربي، لكن هيبقى له أشكال متعددة بكافة المجالات. إن شاء الله هنعلن عنها، سواء في مجال أجهزة الكمبيوتر واللابتوب، أو في مسألة التدريب، أو في مسألة الأندية، أو في خلافه. إحنا بدأنا على خطة الإنتاج الحربي من سنة 2007. والإنتاج الحربي بالنسبة لنا بيمثل رمزية وخصوصية شديدة. الرمزية فيه إن هو يعني بيمثل الجهة اللي يعني نحبها ونحترمها ونقدرها، اللي هي المرتبطة بالقوات المسلحة المصرية. البعد الثاني إن هي دي الصناعة الوطنية، واللي احنا كنا بنتكلم على تطور اقتصادي ونمو اقتصادي ومستقبل اقتصادي واحد. فما فيش ابدا اطلاقا اي حد دون ان تكون لدينا صناعه وطنيه محترمه ومتطوره واكتفاء ذاتي من هذه الصناعه الوطنيه وقادره على التطوير. احنا ان شاء الله مع احنا كإنتاج حربي جزء من الصناعه الوطنيه بنتعامل ونتعاون مع كافه عناصر الصناعه الوطنيه اللي بتحدد الصناعات، القطاع الخاص، قطاع الاعمال، الهيئه العربيه للتصنيع. كل الصناعه الوطنيه حاليا بنتكاتف ونتعاون عشان نعمل مشروعات كبيره لصالح الاقتصاد المصري.